في المقابل اكدت مصادر اسرائيليه ان رئيس حكومه الاحتلال بنيامين نتنياهو دخل في خلاف مع مفاوضي وقف اطلاق النار الاسرائيليين بسبب اصراره علي الا تنسحب اسرائيل من بعض المناطق محل الخلاف. وأوضحت المصادر أن نتنياهو يعتزم الإبقاء على نقاط تفتيش في محور نتساريم، ذلك لمنع حركة حماس من الانتقال من الجزء الجنوبي من غزة إلى شمال القطاع، مشيرا إلى أن أعضاء الفريق التفاوضي الإسرائيلي يضغط على رئيس حكومة الاحتلال لتقديم المزيد من التنازلات لإنجاز الصفقة. فتره من الترقب عما ستسفر عنه اخر جولات مفاوضات التهدئه بين حماس واسرائيل والتي تستضيفها القاهره في اطار الوساطه الثلاثيه مع قطر والولايات المتحده القاهره التي لم تدخر أي جهد منذ العدوان الذي تجاوز الثلاثمائة يوما وخلف عشرات آلاف من الشهداء والجرحى طالبت الأطراف المعنية بتزليل العقبات وإبداء المرونة لإتمام الاتفاق لوقف نزيف الدماء الرئيس السيسي اكد للناظريه الامريكي جو بايدن في اتصال هاتفي ان التوصل لاتفاق فوري لوقف اطلاق النار يكتسب اهميه فائقه في هذا التوقيت الدقيق سواء لضروره وضع حد للمعاناه الانسانيه الكارثيه بالقطاع او لانهاء حاله التصعيد وتجنيب المنطقه ويلات توسع نطاق الصراع بما لذلك من تداعيات خطيره على شعوب الاقليم كافه وبرغم إعلان بايدن عن وجود تقدم في المفاوضات إلى أن عوائق واضحة تعرقل مسار المفاوضات منها عدم إقرار إسرائيل بشكل واضح بسحب قواتها من غزة وتمسك الولايات المتحدة بهذا الشرط إلى جانب وقوف ملف المحتجزين والإفراج عن أسرى فلسطينيين بعينهم حائلاً أمام إنفاذ الاتفاق ويبدو أن ضغوطا كبيرة تواجه رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو الذي يخشى إذا ما تعصرت المفاوضات أن تقوم إيران وحزب الله بمهاجمة إسرائيل خبراء إسرائيليون يشككون في نواياه ويتهمونه بالتخريب المقصود للصفقة حتى يظل لهيب الحرب مشتعلا ويضمن بذلك البقاء في الحكم هذا وما زالت المفاوضات جاريه تتعلق بها امال شعب اعزل في مواجهه قوى غاشمه وامهات سكاله صارت ابسط امانهم الاحتفاظ بما تبقى من ابنائهم وذويهم على قيد الحياه